بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله في الفيديو ده هيعتبر البارت رقم 2 اللي احنا بنكمل عليه البارت رقم 1 اللي احنا عملنا فيه انترودكشن لتصميم او الهيدروليك ديزاين للايه الووتر كافرت. النهارده ان شاء الله هنتكلم على في الجزء الثاني على استخدام الباكج اسمها اتش واي. ففي البارت رقم 2 اول حاجه هندي شويه ديفينيشن مهمه للبارامترز الاساسيه للكالفرت، بعد كده هنتكلم على القيود اللي محتاجين ان احنا نلتزم بيها في التصميم، بعد كده هنتكلم على الباكج اسمها اتش واي 8 وهنحاول نحل مساله باستخدام الباكج اتش واي. فبدء زي بدء في عندنا بيزك ديفينيشن محتاجين ان احنا نتعلمها ونعرفها. اول حاجه ده الكالفرت، بالنسبه لي ده اللونجيتيودنال السكشن، وده الايه البلان فيو زي ما احنا شايفين كده. فده الانلت وده الاوتلت ودي اسمها البارل. عندنا في الانلت في معلومات مهمه جدا، حاجه اسمها الابستريم انفرت ليفل اللي هو منسوب الامام للقاع بتاع الايه الكالفرت، والداون ستريم انفرت ليفل منسوب الخلف. وعندنا هنا حاجه اسمها الهيد ووتر اللي هو عمق الووتر ديبس في الابستريم، نسميه الهيد ووتر، ده اسمه هيد ووتر ديبس. ولو انا ضفت له الابستريم انفرت ليفل هيبقى اسمه هيد ووتر اليفيشن، تمام. وده اسمه البي جي ال او البروجكت جريد ليفل او منسوب الطريق. وعندنا في الداون ستريم حاجه اسمها الداون ستريم انفرت ليفل او منسوب الايه منسوب الايه الخلف، ده الانفرت بتاع الكالفرت اللي هو القاع، وده الاوبفرت بتاع الكالفرت اللي هو الكريست بتاع الايه الكالفرت. فدي المعلومات الايه الاساسيه او الديفينيشن الاساسيه اللي محتاجين ان احنا كديزاينرز ان احنا نكون عارفينها. بالنسبه للكونسترينتس في عندنا اربعه كونسترينتس على الاقل محتاجين ان احنا نراعيهم واحنا بنصمم الكالفرت بتاعنا. كونسترينتس اهم واحد فيهم حاجه اسمها الماكسيمم بيرميسبل الهيد ووتر ديبس، ده المفروض ما يزيدش عن حد معين، اسم بنسميه الماكسيمم permissible head water depth. ال head water depth بتاعنا في التصميم لازم يكون اقل من الايه القيمه دي او يساويها، فمحتاجين ان احنا نعرف ازاي بنحسب ال head water depth الماكسيمم ده. رقم اثنين في عندنا كونسترين ثاني ليه علاقه بال بي جي ال والجيومتريك elements اللي موجوده عندنا في الكالفرت بتاعي او في الكروس سيكشن بتاع الداون ستريم شانل بتاعتي. وبعد كده في عندنا كمان كونسترينتس ليها علاقه بالسايزز الافيلابل للكالفرت المتاحه. لو انا هستخدم بايب كالفرت فانا متقيد بالماركت سايزز الموجوده عندي، لو انا هستخدم بوكس كالفرت ففي الحاله دي بيكون عندي ديجريز اوف فريدم اعلى شويه، فبيكون الجيومتريك دايمنشنز اللي عندي السايزز او التوليرانس بتاعها اعلى. في عندي كمان اذر كونسترينتس زي السلوب كونسترينتس، في بعض الاحيان بضطر اعمل حاجه اسمها دروب انلت للكالفرت عشان اراعي السلوبس وحاجات زي كده، فمحتاج ان انا التزم برضو بهذه الكونسترينتس. احنا هنركز في المساله اللي احنا هنحلها النهارده هنركز على الثلاثه كونسترينتس الاساسيين، ومش هنتكلم على كونسترينتس الرقم اربعه اللي هو بيتكلم على السلوب. نركز شويه بقى ازاي بنحسب الماكسيمم بيرميسبل هيد ووتر للايه للمساله بتاعتي. في عندنا تو كونديشنز هنا بيحددوا الماكسيمم بيرميسبل هيد ووتر. الكونديشن الاولاني بيراعي ان احنا بنسيب بفر او بنسيب ايه هامش امان بحيث ان الووتر ديبس في الامام ما يكونش قريب قوي من البي جي ال. احنا بنسيب هنا سبيس، السبيس دي بنسميها 1 فوت. فبالتالي لو انا كنت عايز اجيب الماكسيموم بيرميسبل هيد ووتر انا ممكن ان انا اعمله اجيب البي جي ال واطرح منه 1 فوت هامش امان، يبقى ده اسمه الهيد ووتر ليفل ماكسيموم رقم 1. يبقى الهود ووتر ليفل ماكسيمم رقم واحد بيتحدد من ايه؟ من ان الميه عايز ان اضمن انها ما تكونش قريبه من البي جي ال بتاع الطريق. إيه طب المسافه بينهم قد ايه؟ اضعف الامان لازم تسيب مسافه قدرها 1 فوت، فبالتالي يبقى الهيد ووتر ليفل ماكسيمم هنا بيساوي البي جي ال ناقص ايه؟ ناقص 1 فوت. 1 فوت طبعا اللي هي حوالي 30 بوينت ايه 30 سم تقريبا، تمام. ده الكونديشن الاولاني. يبقى الكونديشن الاولاني الغرض منه ان احنا نشيل هامش امان بحيث ان الميه ما يحصلش لها اوفر توبنج على الطريق. طب الهامش امان ده بنسيبه قد ايه؟ حوالي 1 فوت. في كونديشن تاني، كونديشن تاني بيقول بقى ان الهيد ووتر، هيد ووتر ديبس هنا المره دي مش ليفل، هيد ووتر ديبس لو انا قسمته على الديامتر او قسمته على الديبس بتاع الكالفرت، الديامتر بتاع الكالفرت لو كان الكالفرت بايب، او الديبس بتاع الكالفرت لو كان الكالفرت بوكس سيكشن، المفروض الهيد ووتر على الديامتر ده المفروض يتراوح ما بين 1 ل 1.2، ده في بعض الايه جايد لاينز. other guidelines بتقول او بتريكومند يكون الرينج ده في حدود من 1.2 لحد 1.5. طيب فبالتالي لو انا فرضت مثلا ان انا هختار الكونديشن الاولاني ده بان الهيد ووتر على الدانتر ما ينفعش ان هو يزيد عن 1.2، فانا اقدر اشتغل على القيمه القصوى اللي هي 1.2 دلوقتي، فبالتالي هيكون عندي ايه؟ هيكون عندي الهيد ووتر بيساوي 1.2 في الدايمتر. يبقى اقدر احسب دلوقتي الهيد ووتر ليفل ماكسيموم اللي هو بيساوي ايه بقى؟ بيساوي ال 1.2 في الدي، واضيف له مين بقى؟ اضيف له الاب ستريم انفرت ليفل عشان احوله من هيد ووتر ديبس لهيد ووتر ايه ليفل. ده بسميه هيد ووتر ليفل ماكسيموم.
فعندي هنا دلوقتي هيد ووتر ليفل ماكسيموم 1 من الكونديشن الاولاني، وهيد ووتر ليفل ماكسيموم 2 من الكونديشن الثاني. هختار مين بقى؟ اختار الاقل من الاثنين دول، هو ده اللي هلتزم بيه في التصميم بتاعي، ولازم يكون الاكتوال هيد ووتر بتاعي ليفل يكون اقل من او يساوي الهيد ووتر ليفل ماكسيموم اللي انا جبته من الكونديشن الاول والكونديشن ايه الثاني. فبالتالي يبقى بالتالي دلوقتي الهيد ووتر ليفل ماكسيموم المفروض يكون الاقل ما بين الهيد ووتر ليفل اللي جه من الكونديشن الاول والهيد ووتر ليفل اللي جه من الكونديشن ايه التاني. في واحد ممكن يسال، طب ايه اللوجيك بيهايند ان الموضوع الهيد ووتر عديه يكون في حدود من 1 ل 1 من 10 او من 1 من 10 ل 1 ونص؟ اكشوالي تعال نبص على الكيس دي. تخيل مثلا عندنا الكيس دي، الكيس دي هنا البي جي ال اللي هي منسوب سطح الطريق بالنسبه للاب ستريم انبوت ليفل المسافه بينهم مش كبيره خالص، تمام؟ تخيلوا بقى لو كان الفرق كبير ما بين البي جي ال والابستريم انفرت ليفل، هيكون الكيس بتاعتنا دي. فبص بقى معايا، لو انا مثلا مثال دلوقتي سبت ال 1 فوت اللي انا قلت عليها هنا، فبالتالي الهيد ووتر هنا هيبقى كبير قوي، تمام؟ فده ممكن يعمل ايه بقى؟ ممكن يسمح بوجود سيبج رهيب جدا من الووتر المتراكمه في الابستريم من الكالفرت، فتعمل سيبج بهذا الشكل في الامبانك بتاع الطريق. فبالتالي في الحاله دي ممكن يحصل ضرر للطريق نتيجه لوجود السيبج ده، ويحصل حاجه اسمها بايبنج، وممكن يحصل فيلير للطريق. فعشان كده احنا بنحب تملي ان الهيد ووتر كومبيرد بالدبس بتاع الكالفرت ما يزيدش عن 1.2 في بعض الجايد لاينز، او ما يزيدش عن 1.5 في الجايد لاينز الاخرى، ما يزيدش باي حال من الاحوال. طب افرض لا انا عايز ازوده، في الحاله دي انت عايز ازوده، يبقى في الحاله دي لازم تعمل تشيك على السيبج، لازم تعمل اناليسيز لايه؟ للووتر في الايه؟ في الامباكت بتاع الطريق، وتعمل تشيك انها سيف، وتحط فلترز وخلافه بقى. فلو انت مش عايز تدخل نفسك في الهيدك بتاع التشيك بتاع السيبج والانفلتريشن بتاعت الميه في الامباكت بتاعت السويل، واضطر بقى تجيب سامبلز من القصص دي، وتعرف لازم تعرف الطريق ده السب جريدز بتاعته شكلها عامل ازاي، لو عايز تهرب من القصه دي كلها خلاص يبقى تلتزم بموضوع الهيد ووتر على الدي ده، علشان تخرج من مطب انك انت مطالب انك انت تعمل تشيك على السيبج، تمام؟ طيب في كونسترينتس تاني بقى. كونسترينتس تاني ليها علاقه بالبي جي ال والجيومتريك كونسترينتس. قصدنا بيه ايه؟ قصدنا بيه لو انا فرضت مثلا البي جي ال بتاعي مثلا يعني 300، والداون ستريم انفرت ليفل مثلا كان 297، يبقى المسافه بينهم دي 3 ايه؟ 3 متر. ما ينفعش ان انا اروح اجيب كالفرد بقى السايز بتاعه 3 متر، يعني كده هيخبط كده الجيومتري بتاعه السايز بتاع الكالفرت مش ماتشنج مع المسافه الماكسيموم المتاحه الموجوده عندي. يبقى بالتالي انا محتاج هنا في اختيار السايز بتاعي ان انا اخد بالي من السايزز المتاحه، لازم يكون السايز بتاع الكالفرت اللي انا مختاره يكون يفيت ان المسافه المتاحه ما بين البي جي ال وما بين الداون ستريم انفرت ايه ليفل. في الحاله دي افرض كان عندي القصه دي، في اضطر اعمل ايه؟ اضطر في الحاله دي ان انا استخدم بدل ايفنت واحد استخدم اكتر من ايفنت زي الحاله دي كده. بس في الحاله دي برضو لازم اراعي حاجه تانية، ايه هي؟ ان المسافه ما بين الفنت الاولى للفنت الاخيره، المسافه دي الويدث بينهم المفروض يكون اقل من البيد ويدث بتاع الايه؟ الاوبن شانل في الداون ستريم اللي هو الوادي بتاعي في الداون ستريم. احنا تملي بنسيب سبيسنج ما بين الكالفرز او البايس بعضها بعض حوالي دي على 2، فبالتالي لازم احسب بقى المسافه من البدايه للنهايه واقارنها بالايه؟ بالبيد ويدث بتاع الايه؟ الوادي في الداون ستريم، واشوف هل هي تكون بتساويه او اقل منه ولا هي اكبر منه. لو كانت اكبر منه فبالتالي بقى التصميم بتاعي هيكون في الحاله دي مش ايه؟ مش مناسب، عشان لو كانت اكبر منه هضطر ان انا اعمل حاجه اسمها كونتراكشن وخلافه، ودي بتعمل مشاكل في الايه؟ في الانسيابيه الفلو في الايه؟ في الداون ستريم. ده الكونسترينس رقم ايه؟ 3. الكونسترينس الاخر بقى، نسينا نقول حاجه ثانيه. وات از ذا بقى اوبتيمال ديزاين اوف الكالفرت؟ يعني امتى اقول ان الكالفرت بتاعي اللي انا صممته ده اوبتيمال؟ هقول ان الكالفرت ده اوبتيمال لو حقق الشروط التاليه. عندي هنا 3 شروط اساسيه. اول شرط، لازم الكالفرت يقوم بالمهمه بتاعته. ايه اللي هم المهمه بتاعته؟ المهمه بتاعته الاساسيه ان هو يعدي الديزاين فلو بايه؟ بامان، بدون ما يحدث ايه؟ اوفر توبنج للايه؟ للبي جي ال بتاع الايه؟ الرود. ده الايه؟ الهدف الاساسي. الهدف الثاني بقى ان احقق الغايه دي، ولكن احققها ايه؟ بشكل مناسب وسايز مناسب وطول مناسب للكالفرت، علشان الكلام ده يوصل مين؟ لمينيمم كوست. يبقى انا بحقق ان انا بمرر الفلو بتاع التصميم بتاعي باقل ايه؟ تكلفه، وفي نفس الوقت ما اختارش السايز بتاع الكالفرت قليل قوي عشان اقلل الكوست، ونتيجه لكده يحصل لي ايه؟ يحصل لي كلوجنج او انسداد للكالفرت نتيجه لان المنطقه بيكون فيها بولدرز وخلافه. يبقى انا براعي ايه؟ الثري ايتمز دول وانا بصمم الايه؟ الكالفرت بتاعي. لو انا حققت الثري ايتمز دول ففي الحاله دي بيعتبر التصميم بتاعي ايه؟ اوبتيمال ايه؟ اوبتيمال ديزاين. علشان نحقق الاوبتيمال ديزاين ده، وزي ما اتفقنا قبل كده في الفيديو السابق، تصميم الكالفر ما يكونش سهل، فبتستخدم باكج اسمها اتش واي 8 باكج. الباكج دي عملتها الفيدرال هاي واي اوف اوثورتي بتاعت امريكا،
والباتش دي بتستخدم في تصميم وتحليل الهيدروليك اناليسيز للكارفا. وكمان من الحاجات المهمه ان الباتش دي ممكن استخدمها علشان اقدر اختار افضل انرجي ديسيبيشن لو كان مطلوب مني ان احط انرجي ديسيبيشن في الداون ستريم من الكارفا. لو انت عايز تحصل على اتش واي اي الباكج دي هتدخل على اللينك ده بتاع الفيدرال هاي واي اوثورتي بتاعت امريكا. لو انت عملت كليك عليه هتروح للايه الويب سايت ده، هتنزل تحت هتقدر تعمل داونلود لاخر فيرجن للايه للباكج اللي اسمها اتش واي 8، والداونلود ده بيكون ايه فري. تعالوا مع بعض بقى نبص على الهاندز اون بقى للمساله اللي احنا عايزين نحلها باستخدام اتش واي 8 بقى. فالمساله بتقول لي عندي مطلوب مني ان انا عايز اصمم كلفرت. الكلفرت ده هيكون موجود عند مكان كروسنج لوكيشن بين وادي اسمه وادي اليرموك ورود اسمه رود رقم ايه 49. فعندي تقاطع ما بين رود رقم 49 اللي احنا شايفينه اهو وادي ايه اليرموك، تمام. فبيقول لي بقى الديزاين فلو 25 متر مكعب بير سكند، وانا عايزك تحلل لحد اقصى من الديزاين فلو لحد 30 متر مكعب بير سكند. يعني مش هتبص بس على الديزاين فلو اللي هو 25، لا هتزوده شويه كمان وتقول لي ايه اللي هيحصل كمان لو الفلو زاد شويه عن ال 25 بمقدار 5 متر مكعب بير سكند ووصل ل 30 متر مكعب بير سكند، تمام. بعد كده بيقول لي انا عايزك تلتزم بان اتش دبليو على دي يكون في الرينج من 1.1 ل 1.25. طبعا مش عايزينه يقل عن دي ليه؟ لان لو قال عن دي معناها هي اهدار، صح؟ انت ايه كبرت السايز قوي بتاع الكالفر زياده عن اللزوم، ولو زاد عن دي انت مطالب انك انت تعمل ايه؟ انت مطالب انك انت تعمل اناليسيز للسيبج على الامبانكمنت بتاع الطريق وتتاكد ان هو سيف. فاحنا عايزين نلتزم بدي علشان ما نعملش ايه قصه الايه السيبج اناليسيس ده. وبيقول لي بعد كده كمان ان الداون ستريم وادي الشكل بتاعه ممكن اعتبره ايدولايت كانه ترابيزويدال سيكشن، عرض القاع بتاعه 7 متر والسايد سلوب 3 ل 2 يعني 1.5، والبيد سلوب في الداون ستريم بتاع الوادي بالقيمه اللي هي 0.025 ومانينج ان 0.05. وقال لي البايب سايزز الافيلبل لو كانت بايبس سيركلر سيكشن يعني المينيموم بتاع 300 مللي والماكسيموم 3000 وبخطوه 50 مللي. وقال لي برده في بوكس كالفرز متاحه بافيلبل سايزز مختلفه، تمام. واداني هنا معلومات مهمه بقى، اداني ايه؟ اداني زي ما شايفين كده البي جي ال، البي جي ال قال لي هنا 307 بقى يبقى مسؤول طريق 307، واداني الاب ستريم انفرت ليفل اللي هو 300، واداني الداون ستريم انفرت ليفل كمان اللي هو كام 299.95، تمام. فتعالوا دلوقتي بقى ايه نبدا ايه نستخدم البيانات المعطاه دي، بس هنجهز البيانات الاول عشان نقدر ندخلها مباشره على اتش واي ايه. فنروح الاول على ايه اكسل. تعالوا مع بعض نروح على اكسل كده. فانا رايح دلوقتي على اكسل وانا مجهز ايه الديتا بتاعتي، عايز احط الديتا بقى اللي انا واخدها من المساله بتاعتي. فانا عارف السايد سلوبس بتاع الداون ستريم تشانل او وادي كانت كام 3 ل 2 يعني 1.5، فانا هحط 1.5. وبعدين بيقول لي التشانل ويدث كام، لو انتوا فاكرين التشانل ويدث بتاع الداون ستريم بتاع الوادي قال لي ان هي 7 متر وشكلها ترابيزويدال سيكشن زي ما انتم شايفين كده. طب وهنا هحط كمان البي جي ال، البي جي ال لو انتوا فاكرينه اهو بي جي ال قلنا منسوب سطح الطريق كان 307، حطينا 307. وبعدين قال لي قول لي الاب ستريم انفرت ليفل، اب ستريم انفرت ليفل حط ايه 300 اللي هي منسوب الايه الامام. وقول لي الديزاين فلو كام، الديزاين فلو احنا اخترناه كان قال لي ايه 25 متر مكعب بير سكند. بص بقى في طريقه علشان ايه اقدر ما اقعدش اجرب كتير السايزز، ان احنا هفرض ان السرعه اللي ماشيه في الكالفر ده هتكون في حدود من 2.5 ل 3 متر بير سكند، ناخد 3 متر بير سكند. تملي الكالفر بيتصمم بسلوب كبير شويه عن السلوبس العاديه بتاعت الاوبن تشانل، فبالتالي عادة الفلو بيكون ماشي فيه او بحب ان هو يكون ماشي فيه يكون سوبر كريتيكال عشان السايز بتاعه بيبقى اصغر شويه، فبالتالي السرعه بتكون عاليه الى حد ما، مش 1.5 و1 متر بالسكند ونص وكده، لا بتكون من 2.5 ل 3 ممكن اكبر من كده كمان. ففي الحاله دي انا للبدايه مجرد بس عشان احصل على ايه عايز اقول كده دايمنشنز ابتدائيه انيشال سايزنج للكالفرت، انا بفرض ان السرعه كام 3 متر بالسكند. وكمان بفرض في البدايه خلاص ان انا عندي هستخدم 1 بارل، 1 بارل يعني فتحه واحده، واشوف ايه اللي هيحصل. وقال لي الاتش دبليو على دي ماكسيموم كام، لو انت فاكرين في المساله بتاعتي قال لي من 1.1 ل 1.25، انا هاخد الماكسيموم اللي هي 1.25. هنا ايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ اول حاجه حسب لي الاريا، الاريا طبعا حسبها ازاي؟ الاريا عادي خالص اللي هي الكيو على السرعه، فاداني الاريا. وبعدين من بما ان عارف الاريا قلت بقى الاريا بيساوي باي دي سكوير على 4، وانا عندي 1 بنت يبقى الدايمتر بتاعي كام؟ 3250. هل انت الدايمتر ده متاح عندك في السوق؟ لا الدايمتر مش متاح عندك في السوق، انا عندي اقصى دايمتر موجود للبايب كالفرز المتاحه في الماركت كان 3000 مللي او 3 متر، فبالتالي انا مش هينفع عندي ان انا استخدم 1 ايه فينت. فتعالوا نجرب نستخدم مثلا 2 فينتس دلوقتي. لو انا استخدمت 2 فينتس ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ الاريا جبتها ازاي؟ الاريا بيساوي الكيو، تاني الاريا بيساوي الكيو على الفيلوسيتي. كيو بقى هتتقسم على مش فينت واحده على 2 فينتس، فبالتالي الاريا للفينت الواحده هتقل،
وبالتالي ده الديامتر بتاع البنت، الديامتر بتاع البنت الواحده لو قربناها هيبقى 2300. هل 2300 متاحه؟ اه طبعا 2300 متاحه، انا عندي الماكسيموم 3000، بالتالي انا اقدر اخد ال 2300 دي. طب محتاجين بقى نعمل تشيك على حاجه تانيه، انا عندي دلوقتي تو فينس كل واحده منهم 2300، واسيب مسافه جاب بينهم دي على اتنين، يبقى العرض بتاعهم التوتال كام؟ لو انت عملت القصه دي كده يبقى عندك هنا 2.3 وهنا 2.3 وهنا 2.3 على 2، يبقى العرض ده هيكون كام؟ هيكون 5.75. هل ال 5.75 ده اصغر من او يساوي عرض التشانل اللي هو 7 متر؟ الاجابه اه. اه يبقى بالتالي الكونسترينس كمان الجيومتري كونسترينس بتاع عرض الوادي بدنا مسلمين متحقق، يبقى بالتالي القصه دي ايه اوكي كده. بعد كده نعمل تشيك بقى تاني، عايزين نحسب بقى الماكسيموم بيرميسيبل هيد ووتر الابستريم. فقلنا عندنا تو كونديشن، الكونديشن الاولاني بيحسبه ازاي؟ بياخد البي جي ال، فين البي جي ال؟ هنا 307، ويطرح منه 1 فوت فيديني الرقم ده، 1 فوت اللي هو 0.3 يعني، يبقى 307 ناقص 0.3048 يديني ال 6.69 ده، تمام؟ وبعدين الهيد ووتر ماكسيموم الثاني ده بيجيبه منين؟ بيجيبه من الاتي، انا قلت ان هيد ووتر على الدي ماكسيموم 1.25، هضرب ال 1.25 في مين؟ في الديامتر بتاع البايب بتاعي اللي انا استخدمته اللي هو 2.3، تمام؟ يبقى ضربت الاثنين دول في بعض وهجمع عليه الاب ستريم انفرت ليفل اللي هو 300 عشان احوله لاليفيشن مش ديبث، فاداني ايه هذا الرقم؟ اداني هذا الرقم. يبقى دلوقتي بقى خدت بالك الكونديشن الاولاني بيقول الماكسيموم هيد ووتر 6.6، الكونديشن الثاني بيقول الماكسيموم هيد ووتر كام؟ 2.87. خد بالك دول ديبس مش اليفيشن، دول ديبس يعني ما كانش لازم ان انا اضيف له الاب ستريم انفرت ليفل، تمام؟ طب يبقى بالتالي بقى الماكسيموم هيد ووتر هاخده مين؟ باخد المينيموم من الاثنين دول، يبقى 6.6 اكبر ولا 2.8؟ لا 6.6، يبقى اخد المينيموم اللي هو 2.8. يبقى الاتش او الهيد ووتر ماكسيموم، الهيد ووتر ديبس ماكسيموم 2.87. طب يبقى هيد ووتر ليفل ماكسيموم يساوي ايه بقى؟ هاخد الرقم بقى ده اللي انا اتفقت عليه اللي هو المينيموم واجمعه على الاب ستريم انفلت ليفل اللي هو 300، يبقى 300 زائد 2.875 يديني 302.875. في حاجه تانيه برضو محتاجينها في ال اتش واي 8، هي ان انا محتاج ان انا احسب التوب ويتس ده عند مكان البي جي ال، فانا عارف ان المسافه ما بين البي جي ال والاب ستريم انفرت ليفل اللي هي من البي جي ال والاب ستريم انفرت ليفل المسافه بينهم راسيه كام؟ 7 متر زي ما انتم شايفين كده، اقدر احسب التوب ويتس هنا. التوب ويتس ده بيساوي ايه؟ بيساوي البي عرض التشانل اللي هي 7 متر زائد 2 في التي في الواي تي اللي هي السايد سلوب، يبقى عرفت اجيبه طلع كام؟ 28 ايه؟ 28 متر. دلوقتي انا جاهز ان انا اقدر ادخل بقى على الاتش واي 8. تعالوا ندخل على الاتش واي 8، هكلوز دي. خد بالكم من هعمل ايه بقى اول حاجه؟ اول حاجه لازم تعدل اليونتس، تتاكد ان اليونتس بتاعك اس اي يونتس، متاكد ان اليونتس خلاص اس اي يونتس. بعد كده نروح دايسين عايزين نقول نيو كالفرت، تعالوا نسمي بقى الكالفرت بتاعي ده وليكن بقى اللي هو يرموك، يرموك اند ايه اند 49 رود. يبقى ده الكالفرت بيتسمى باسم ايه؟ الوادي والرود كروس. اول جزء من الداتا بيقول لي دخل لي الفلو، فالفلو عندي يقول لي مينيمم وبعدين ديزاين وماكسيم. المينيمم هقول زيرو، والديزاين لو انتوا فاكرين هو كان كام؟ كان 25 متر مكعب سكند، سي ام اس يعني كيوبيك متر سكند، والماكسيمم كان كام؟ كان 30. يبقى دخلنا الواحد خلاص. ندخل بقى على الداتا بتاعت التيل ووتر، فبيقول لي قول لي شكل القطاع في الداون ستريم ايه؟ قال لي شكل القطاع مش ريكتانجل ترابيزويدال. طب قول لي البيد البوتوم ويدث كام؟ البوتوم ويدث كان 7 متر. طب والسايد سلوبس كان 3 ل 2 اللي هي 1.5، تمام؟ والشانل سلوب كان كام؟ كان 0.0025 كويس. خد بالك متر بير متر، خد بالك من اليونتس، ومانينج ان كام للشانل؟ 0.05. والشانل انفرت اليفيشن، شانل انفرت اليفيشن ده اللي هو الداون ستريم انفرت اللي هو الداون ستريم انفرت ليفل اللي هو كان كام؟ كان 299.95. تعالى بقى نشوف، نعمل فيو هنا ونشوف الايه الريتنج كيرف بتاع التشانل دي. ايه ميزه القصه دي؟ ميزه القصه دي تديك التيل ووتر ديبس كام ازاي يعني؟ احنا قلنا كيو ديزاين كام؟ كيو ديزاين هنا 25، ادخل كده 25 تديك التيل ووتر اليفيشن. يبقى التيل ووتر اليفيشن لو انت اخدت بالك كده هتكون في حدود 302 ده اليفيشن، خد بالكم مش ديبس، اليفيشن 302 متر. انا عرفت التيل ووتر شكله عامل ازاي دلوقتي قبل ما هختار الكالفرت سايز وخلافه. بعد كده ندخل على الرود ديتا اللي هي ليها علاقه بقى هندخل البي جي ال وخلافه. فبيقول لي الفيرست رود ستيشن، سيبك منها مش محتاج تدخلها، بيقول لي الكريست ليفل لينس. الكريست لينس اللي هو ايه بقى؟ اللي هو التوب ويتس ده اللي احنا حسبناه هنا اللي هو التوب ويتس ده، بمعنى ان لو الميه قدر ان الكالفرز دي مش قادره تستوعبها والميه هتبدا تعمل اوفر توبنج على الطريق، الميه العرض بتاعها وهي بتعبر الطريق قد ايه؟ العرض بتاعها هو عرض الايه؟ توب ويتس بقى، وهي بتعبر الطريق اللي هو 28 متر دي. فتعالوا نرجع بقى تاني ونحط بقى ايه التوب ويدث ده، اسف الكريست لينس، الكريست لينس ده هنحطه كام؟ اللي هو ال 28
وعشرين امتر. وده اسمه كريستلينس مش التوبوتس، ده الكريستلينس. انا غلطت وقلت التوبوتس، ده هو الكريستلينس. بعد كده الكريست اليفيشن اللي هو البي جي ال. البي جي ال عندنا كام؟ كان 307. طيب بعد كده رود واي سيرفيس هعتبره بيفد، يعني الطريق متسفلت. بعد كده بيقول لي التوب ويدث. ايه هو بقى التوب ويدث؟ التوب ويدث ده اللي هو عرض الطريق نفسه، عرض الطريق اللي هو ده عرض الطريق. احنا هو قال لي هنا انا عرض الطريق، قال لي ان هو 220 متر، 20 متر. فاداني الستيشن دي كانت 100 والستيشن دي كانت 120، يبقى الفرق بينهم هو 20 ايه متر، فالطريق عرضه 20 متر. فانا اقدر اقول بقى دلوقتي ان التوب ويدث بتاعي او عرض الطريق هكتب كام؟ اكتب ان هو 20 متر. بعد كده هنروح للكالفرتس. احنا هنختار الشكل سيركلر واقول ان هو كونكريت، ماشي اتس اوكي. ايه الدايمتر بتاعي؟ خد بالكم الدايمتر ده لازم يتحط بالملي، فبالتالي احط 2300. طيب وعندي كام باريل كام فنت؟ احط اتنين، احط اتنين تحت تمام. طيب وقال لي امبيدمنت لينس، لا حطها صفر مش هيتغيرها. ماك مانينج ان، خد بالك مانينج ان دي للبايبس او للكالفرز مش للتشانل، فخليها زي ما هو اختارها المقترحه اللي هي 0.012. والكالفر بتاعي ستريت، والانلت بتاعه خليه سكوير ايدجد. بعد كده بيقول لي في عندك انلت ديبريشن، لا ما عنديش ايه ديبريشن في المدخل. بعد كده بيقول لي بقى هندخل بقى نتكلم على الكالفرت انفرت داتا. بيقول لي الانلت ستيشن، الانلت ستيشن مش هحطها، يقول لي الانلت اليفيشن. انلت اليفيشن دي مهمه تحطها بقى، اللي هي كانت كام؟ كانت 300، اللي هي منسوب المدخل 300. طب والاوتلت ستيشن هحسبها دلوقتي، الاوتلت اليفيشن هحطها كام؟ هحطها 299.95. خد بالكم من حاجه، الرقم ده لازم يكون بيساوي الرقم ده. بالنسبه للانلت ستيشن، الانلت ستيشن ممكن البرنامج ما يعني يقول لك ما يرضاش يشتغل عشان ما حطهاش، فخلينا نحطها هنا. مثلا انا عرفت دلوقتي ان طول الكارفر كام؟ 20 متر، وعرض الطريق هو 20 متر. طيب انا ممكن احط ايه بقى؟ احط دي 100 اللي هي الانلت، واحط الاوتلت ستيشن ايه؟ 120. يبقى الفرق بينهم كام؟ 20 متر. 20 متر، ال 20 متر دي اللي هي مين؟ اللي هي التوب ويس او طول الكالفرت بتاعي او عرض الطريق تمام. فخد بالك هو ما ادانيش الارقام دي، انا ممكن احطها. يعني انت ممكن تحط الارقام، يعني مثلا لو قلت لك عرض الطريق 30 متر، هيبقى هنا 30، ممكن احط دي 100 واحط دي كام؟ 130 تمام. وهنا بيديني بيقول لي خد بالك كده الكالفرت السلوب بتاعه 0.0025، هنقول له ماشي. نعمل ايه بعد كده؟ تعمل بقى انلايز الايه الكروسنج. هندوس انلايز الكروسنج كده، عمل لي ايه الداتا بتاعتي. خد بالك انا كروسنج هنا عند التاب بتاع كروسنج سمري تيبل. بص بقى معايا لمين؟ روح لل توتال ديسشارج كده، اروح على الديزاين فلو. الديزاين فلو كان 25. هل حصل عندي رود ديسشارج يعني اللي حصل اوفر توبنج؟ جاب لا، لان الطريق ماشي عليه فلو قد ايه؟ زيرو، يعني معناها ما حصلش اوفر توبنج، وانما الكالفرت قدر ان هو يستوعب المايه دي كلها. خد بالكوا بقى هنا مديني مين؟ الهيد ووتر اليفيشن. الهيد ووتر اليفيشن طلع كام هنا؟ 302.81. ده الاكتوال هيد ووتر اليفيشن عند الديسشارج 25. لازم اتاكد بقى ان الاكتوال ووتر اليفيشن ده اللي اسمه هيد ووتر اليفيشن ما يكونش اكتر من الهيد ووتر ماكسيموم اللي انا جبته. فاكرين احنا جبناه كام؟ تعال نرجع تاني للاكسل. الهيد ووتر ماكسيموم اليفيشن او ليفل 302.87. انا عندي كام الهيد ووتر؟ نبص كده مع بعض. الهيد ووتر كام؟ 302.81، يعني اقل منه، يبقى اتس اوكي، يبقى التصميم ده كويس. طب افرض لا يعني معناها التصميم بتاعك ان الكالفرت محتاج السايز بتاعه يزيد شويه، خدت بالكم؟ فبالتالي علشان يقل الرقم ده، فاتس اوكي كده بالنسبه لي الايه الكالفرت التصميم بتاعي كده او الاختيار بتاعي الى حد ما ايه. تعال نشوف بعد كده هنعمل ايه. هنروح على الكالفرت سمري تيبل، مهمه دي عشان نشوف بقى الاوتلت هتعامل معاها ازاي، هل محتاج بروتكشن ليها ولا لا. واروح تاني انزل على الديسشارج ديزاين اللي هي ال 25، وانزل بقى اروح على مين؟ اروح على الووتر الاوتلت فيلوسيتي كام، يعني الميه هتخرج من الكالفرت بسرعه كام. خد بالكوا دي مهمه جدا، ليه؟ لان السرعه دي لو ما كنتش عامل بروتكشن للداون ستريم هيحصل سكور. خد بالكوا السرعه كام هنا دلوقتي؟ ده سرعه عاليه 3.27، فبالتالي اكيد اعلى من ماكسيمم بيرميسبل فيلوسيتي للسيدمنت بتاع البيد سويل. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي انا لازم اعمل تشيك على البروتكشن بقى، فاختار البروتكشن ازاي في الاوتلت. فبنعمل ايه هنا بقى دلوقتي؟ انا هحط السرعه اللي انا حصلت عليها اللي هي 3.27، واحنا خدنا المره اللي فاتت في الفيديو بارت رقم 1 لو كانت السرعه اقل من 5 متر بالسكند اقدر استخدم ريبراب، اقدر استخدم ريبراب. وفي الحاله دي الريبراب السايز بتاعه بنجيبه من معادله ايزبك، اللي هي بتقول المعادله بتقول ان الدايمتر بتاع الدي 50 بتاع السايز بتاع الريبراب المطلوب عشان نعمل بروتكشن للاوتلت بتاع الكالفرت بيساوي 0.8 في البي سكوير على 2 جي، انهي في السرعه بتاعت الاوتلت. يبقى دي الرقم ده اللي هو 0.8
في البي سكوير على التو جي، جبنا الرقم ده اللي هو طلع كام؟ حوالي 0.436 متر، اضرب في 1000 عشان تحولها بالملي، وقرب لاقرب 50 ملي طلعت 450 ملي. يعني معناها انا عايز استخدم زلط، او ممكن اقول بقى مش زلط، بولدرز صغيرين، كل بولدر فيهم السايز بتاعه حوالي 45 سنتي، 45 سنتي بولدرز جنب بعض بيتحطوا، او زلط كبير شويه بيتحطوا جنب بعض وبيتحطوا على 2 ايه لايرز، ويحصل لهم انتر ايه انتر لوكينج او انتر كونكشن. تمام، يبقى كده انا عرفت ان انا اصمم كمان الاوتلت، عرفت ان انا هصممه كالبراب، وعرفت الدي 50 بتاعته. طب واحد يسال سؤال، طب افرض بقى كان الكالبرت بتاعي طلعت السرعه هنا اكبر من 5 متر بالسكند، في الحاله دي اقدر استخدم اتش واي 8 عشان يقول لي اعمل انهي انرجي ديسيبيتور. طب ايه الانرجي ديسيبيتورز المتاحه في الحاله دي؟ تعالوا نبص مع بعض كده، احنا حاطين هنا كذا حاله، عندنا عدة انرجي ديسبيت، في عندنا بقى يو اس بي ار اي، يو اس بي ار يونايتد ستيتس بيرو اوف ريكليميشن، فعامل بقى كذا موديل، في عندنا حاجة اسمها تايب 2 تايب 3 تايب 4 اند اي تايب 5. ايه طب اختار انهي واحد في دول حسب بقى انت الكيس بتاعتك ايه. لو انت حسبت الفلود نمبر فين؟ في المخرج بتاع الكلر. لو حسبت الفلود نمبر وكان الرقم بتاعه في الرينج من 4 ل 14 يبقى ده انسب واحد، لو كان الرينج بتاعه من 4.5 ل 17 يبقى انسب واحد، لو كان الرينج بتاعه من 2.5 ل 4.5 يبقى ده انسب واحد. خدت بالكم؟ فاقدر استخدم على طول طالما الكونديشن اتحققت، اقدر استخدم الموديل بتاع اليو اس بي ار انرجي سيبيشن وانقله بالظبط زي ما هو بالدايمنشنز بتاعته، وبالتالي يعني ده يبقى هو الحل بتاعي. في انواع تانية، في انواع تانية زي اليو اس بي ار تايب 5، ده بالنسبه للسايز الصغيره، وفي كمان حاجه اسمها السانت انطونيو، ده بيكون السايز بتاعه اصغر شويه، ده اللي عاملاه بقى مش يو اس بي ار، ده عاملاه الاس سي اس، وده بيكون مور ايكونوميك، بس لا ينصح باستخدامه في حاله اللارج دامز، انما يستخدم ممكن في الكالفرز اوكي، انما اللارج دامز لا يستخدم ولا ينصح باستخدامه، لان هو زي ما قلت لكم مور ايكونوميك، وبيكون السيفتي فيه اقل شويه من ايه اليو اس بي ار تايبس. طب نرجع تاني، في حته مهمه محتاجين نبص عليها هنا، هل عند الديسشارج اللي هي الماكسيمم اللي هي مش 25 بقى، الديزاين هي 25 الماكسيمم 30، هل بيحصل اوفر توبنج؟ اجابه زي ما احنا شايفين كده ما بيحصلش اوفر توبنج. تعال نبص مع بعض كده، هنروح على كروسنج سامري ونروح على ديسشارج بيساوي 30، الديزاين 25 الديسشارج الماكسيمم 30، ما حصلش اوفر توبنج. امال الكيو اللي بيحصل عندها اوفر توبنج امتى؟ ايه اللي هي عند 53 متر مكعب بير سكند بيبدا يحصل ايه اوفر ايه توبنج، دي موجوده عادي، فدي ملاحظه مهمه كمان نقدر نجيبها من الاتش واي. لو احنا بصينا ركزنا قفلنا ده كده وبصينا على ده، او زي ما شايفين كده ادي ايه، ادي الووتر ليفل في الاب ستريم اللي هي هيد ووتر اهو زي ما شايفين، وادي هنا الووتر ليفل في الداون ستريم الاحمر ده اللي هو الكريتيكال اي ديبس، واخدين بالكم؟ فبالتالي والسوفيت او الاوفرت هو اللي فوق ده، وده البي جي ال، فده الووتر سيرفيس زي ما انتم شايفين كده في الكالفرت اللي احنا صممناه. تمام، بكده يبقى احنا خلصنا حل المساله، نقف على كده وشكرا، سلام عليكم.